السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما سقطت في الامتحان 3 أو 4 مرات واختلفت مع المستشار في المستشفى، حبيت أخرج من مدينة أبرستويست لمدينة أخرى. رحت لسوانزي، وفي سوانزي حبيت أنطلق لمدن أخرى عشان أتعلم. ودي رحلات فيها تحدي كبير جداً بعد سنة من وجودي في بريطانيا أو في مدينة أبرستويست، بعد كده مدينة سوانزي. بدأت أراسل كل كتير جدا من المستشفيات، يعني في غلاسكو، في إدنبرا، في ساوثهامبتون، في برمنغهام، في لندن، في أماكن كتير جدا جدا جدا. بعضهم ردوا عليا، وبدأت أقرر أن أنا أعمل رحلة أخرى مكوكية. يعني إيه رحلة مكوكية؟ أن أنا كان في هناك تذاكر قطارات لمدة أسبوع تلف فيها بريطانيا كلها. فلأن كان ساعتها الفلوس بدأت تشح، الفلوس معاك كلها خلصت، كان لازم أدور على مكان يديني التدريب وفي نفس الوقت يعطيني إقامة ببلاش في المستشفى علشان أوفر 25 جنيه تمن الغرفة اللي بدفعها كل أسبوع. فكان برنامجي أن أنا أبدأ من غلاسكو وأنزل بالقطر في رحلات أخرى إلى أن أصل لأماكن مختلفة. فوصلت غلاسكو، ورحلة طبعا من أبرستويست لغلاسكو كبيرة، مش عارف كم ساعة لا أتذكر. من غلاسكو خدت القطر ونزلت إلى أماكن أخرى، فزرت مدينة وولفرهامبتون وزرت مدينة ريدينغ في الآخر، حتى أنا رحت المدينة في أقصى الجنوب اسمها بورتسموث، يعني بدور فيها على بس حد يديني غرفة ويديني الحق في أن أتعلم أو أتدرب فيها. الحمد لله بعد الرحلة الأسبوعية المكوكية دي كلها اللي علمتني إزاي أخذ بريطانيا من اسكتلندا لجنوب إنجلترا، ومستشفتين قبلوني، واحدة اسمها مستشفى الملكية في مدينة وولفرهامبتون اللي هي رويال انفيرمري في وولفرهامبتون، والتانية اسمها مستشفى البركشاير، رويال بركشاير هوسبيتال، برضه المستشفى الملكية لمقاطعة بركشاير اللي هي قريبة من مدينة لندن، وفي مدينة اسمها ريدينغ. الحمد لله، فدي كان رحلة أخرى من نوع آخر علمتني إزاي إن أنا في خلال أسبوع واحد ألف على 4 أو 5 أو 6 مدن لكي أواجه صعاب التعليم، تعلم، وصعاب اللي هو اقتصاد المال، فأجد غرفة أستطيع أن أعيش فيها وأوفر 25 جنيه، ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى.